موضوع الحكومة الكويتية وموقفها ومدى تفاعلها، زائد اللي أنت أشرت له أيضاً موقف السفارة الكويتية في واشنطن ومدى تفاعلهم مع قضيتكم أيضاً، هذا راح أفرد له أنا إن شاء الله مجال وراح نتكلم عنه لاحقاً. لكن نرجع مرة ثانية إلى أجواء المعتقل في غوانتنامو، بعدنا شوية عن المعتقل، نرجع مرة ثانية إلى أجواء المعتقل في غوانتنامو، وأبي أرجع إلى سنة 2008. سنة 2008 على مستوى الإدارة الأمريكية وصل الرئيس الأمريكي السابق أوباما، باراك أوباما، إلى سدة الرئاسة في أمريكا. على صعيد المعتقل بعد ما وصل أوباما إلى الحكم، تغير شيء؟ النهج تغير داخل المعتقل ولا لا ظل الوضع على ما هو عليه؟ طبعا كما هو معلوم أن خطاب أوباما كان خطاب يعني يختلف تماما عن خطاب بوش، فبعض المعتقلين تفائل بفوز أوباما واستبشر. كنتوا تتابعون أنتوا الأخبار؟ كان المحامين يجيبون الأخبار، لكن أنا بالنسبة لي وكثير من المعتقلين كنا على حذر، يعني ما كنا يعني على حد تعبير أن الجمهوريين والديمقراطيين مثل فردتي الحذاء، واحد يتقدم والثاني يتأخر والثاني يتقدم وهذا يتأخر. المهم فجاء في 2009 زار وفد أرسله أوباما لغوانتنامو، وحضر عندنا في العنبر، عنبر بابا، بابا المعزول، وقابل هذا الوفد أحد المعتقلين معنا اللي هو منو؟ اللي هو الأخ شاكر. من وين؟ الله يحفظه، من المدينة المنورة، لكن كان مقيم في بريطانيا، والآن هو في بريطانيا الحمد لله، الله فرج عنه ورجع بريطانيا. فقابله الوفد وأخبرنا أن متفائل كان جدا الأخ شاكر، ووعده الوفد، الوفد أمني قانوني عسكري؟ أنا ما أدري، لا مو عسكري قطعا، لا لابسين مدني رجال ونساء، وكانوا عازمين على تغيير الظروف المعيشية في غوانتنامو تماما والقانونية فهني تفائلنا، لكن بعد فترة بسيطة حدث العكس تماما. يعني أول شيء لم يتغير شيء عندما تولى باراك أوباما سدة الحكم، لم يتغير أي شيء في غوانتنامو. مرت سنة 2009، سنة 2000، بعدين 2010، إحنا لازلنا في بابا، 2011 بعدها انقلونا، بدأت بعدها، نعم بدأت هناك انفراجة نوعا ما لما أخذونا إلى المعسكر الخامس. طبعا أنتوا كنتوا بالثالث، أي في المعسكر في معزولين تماما، بعدين أخذونا نقلونا إلى المعسكر الخامس معزولين عن بقية المعتقلين في الخامس. فرغونا وإحنا لازلنا معزولين. أنتوا السبعة، اللي السبعة أو الثمانية عن... بعدين زادوا لنا واحد أظن، ويابونا كلنا في أحد العنابر في المعسكر الخامس بروحنا معزولين، وكان موجود تلفزيون وبإمكاننا أن نشاهد التلفزيون وقنوات معينة فقط، ما نستطيع أن نشاهد كل القنوات. بس يعني السبب أن خلوكم أيضا معزولين، طيب ليش ما خلوكم تكملون في بابا؟ ما أدري، الأمريكان ما سألوك، ما سألتوهم؟ لا الأمريكان ما يجاوبونك عن أي شيء، خططهم دائما خطط سرية. شنو الفرق بين الخامس المعزول والثالث المعزول؟ ما تدري ليش انقلونا، ما لا تدري. لا في فرق بين أي البنيان يختلف، في المعسكر الخامس السمنت خرسان، لكن هناك لا، مثل ما قلت لك الأسلاك شائكة ومكشوف، يعني من فوق مغطى. الخامس مقارنة بالسادس الانفرادي أسوأ ولا أفضل؟ ما تقدر تقول، لأن هناك الهواء يأتيك. هناك وين؟ في بابا في الثالث. أي في الخامس الوضع يعني كل واحدة منهم لها إيجابياتها ولها سلبياتها. طيب فيوم طبعا هذا اليوم ما راح أنساه، يوم 1/5/2011 واحد من المعتقلين قال لي يا فايز في خبر في التلفزيون في إحدى القنوات عجيب. قلت له شنو؟ قال تم اغتيال أسامة بن لادن. فحضرت أنا، نزلت لأن أنا كنت وقتها في زنزانتي فوق، فنزلت ورحت أبي أشوف المشهد. كان مسموح لكم تروحون وتنزلون؟ إيه كان قلت لك في انفراجة،
يعني الله يعني كانت في الله ملك الحمد كان في انفراجه في الظروف المعيشيه في ذلك الوقت، لكنها ما طالت، وسنعرف بعدين ليش ما طالت. فأنا قلت أنا ما راح أصدق إلا لما يعلن باراك أوباما رسميا اغتيال أسامة بن لادن. وفعلا بعد قليل، لازلت أتذكر، مشيت باراك أوباما يأتي أمام المنصة ويعلن خبر مقتل أسامة بن لادن، وبعدين تصوير الشباب والشابات وهم يشربون الخمور عند البيت الأبيض، وهزيج النصر والفرحة الغامرة للشعب الأمريكي باغتيال المطلوب رقم واحد عالميا. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. الحين ما يهمني في نقطة مهمة، ما يهمني الأمريكان، أحسنت، يهمني فايز الكندري داخل المعتقل. شلون تلقيت خبر مقتل أسامة بن لادن؟ تلقيت خبر غريب، يعني عجيب، يعني هذا المطلوب رقم واحد تم تصفيته. الغريب عمر تدري شنو الغريب؟ فعلا في ذلك الوقت ما شفنا ولا جندي في العنبر. يعني الإدارة الأمريكية أمرت جميع الجنود حتى ما يكون في هناك تصادم، لأن كانوا حاطين في بالهم أن احتمال يكون في تمرد وعصيان شامل في معتقل غوانتانامو بسبب مقتل أسامة بن لادن. الجنود ما تشوفهم إلا ما تناديهم أم بي طق الباب، أم بي فيولك يسر. هذا أول يوم. Yes, sir. عدل؟ How can I help you? هذا منو؟ الجندي الأمريكي في غوانتانامو. يقول لك Yes, sir. تهدئة على الآخر. المعتقلين اللي كانوا في الأماكن المفتوحة قالوا إن المعسكر كان في استنفار، وكان محاط بالسيارات المدرعة وعليها الرشاشات تحسبا لأي طارئ. الأسلحة موجهة على المعسكر، وكان في استنفار في كل قاعدة غوانتانامو لهذا الأمر. يعني كانوا يتوقعون أن في هناك عصيان خلاص يعني، بس ما صار شيء من هذا. صار قليل بعض العنابر مو بعنبرنا. سمعت أن في بعض المعتقلين اشتبك مع الجنود وصار ضرب بينهم وعاقبوا وودوا الانفراديات بعد ما سمعوا خبر مقتل بن لادن. نعم. فايز الكندري، نعم، كلمني أنت عن شعورك لما سمعت الخبر هذا. لا، شعور الدهشة، شعور الدهشة. ما شعور الدهشة هذا ممكن يكون شعور دهشة فرح، ممكن يكون شعور دهشة حزن. لا لا، شوف، أول شيء، هل أسامة بن لادن مسلم ولا كافر؟ أنا أسأل. هل أمريكا بريئة؟ أنا أسأل، بس أنا أسأل نفسي، يعني هل مقتل أسامة بن لادن يفرح المسلم؟ بغض النظر، أنا قلت لك في أخطاء، في يجب أن تصحح، في أشياء، في كذا في كذا، مع فارق مع يعني بغض النظر عن كل هذا، ففي هذه الأسئلة كلها طبيعة الحال أكيد، يعني لا أتصور إنسان مسلم يرى الأمريكان هم قاعدين يشربون الخمر فرحانين وهم قاعدين يقتلون في هذا، في متزامن في نفس وقت مقتل أسامة بن لادن قاعدين يقتلون المسلمين، وهذا الأخ فرحان، أوه قتل أسامة بن لادن، إيه بس الأمريكان قاعدين يقتلون أمتك، قاعدين عادي، ما عنده أي مشكلة. فأنا بالنسبة لي، أنا ما يهمني الأشخاص، تدري ليش؟ لا، أنا يهمني فايز الكندري الحين.
احسنت حزن، انت يهمك فايز الكندي حزن صح؟ غضب، وانا اشكرك على اهتمامك، عدم اهتمام في الموضوع، انا اشكرك على اهتمامك، لكن في النهايه انا قاعد اقول لك منو فايز الكندري. فايز الكندري عنده المنهج اعظم الاشخاص. ما اعطيتني جواب. والله هذا جواب، اكون لا صريح معاك، انا في النهايه عندي حدث يرتبط الفكر. بشخص لا انا عندي حدث يرتبط بشخص، الشخص هذا الشخص بالنسبه لي معروف يعني، ولا حضور ولا اعمال و أنا و يعني تربيت مو شخص عابر أنا في النهايه. لا بس انا يعني عشان اوضح انه هني انا مو قاعد اقول لك انت هل انت تتبع منهج اسامه بن لادن، هذا سؤالي. انا سؤالي انت لما سمعت خبر مقتل بن لادن كنت غضبان داخل غضب شديد؟ كنت حزنان على حال الامه؟ لا مبالي، حزين على حال الامه والله. والله امه لا تستحق النصر ورب الكعبه والله العظيم. يعني امه قاعد تشوف هذا العدو قاعد يدوس على راسه ما عندها مشكله، بس اخطاء الاخرين اللي هذا اوه هذا ارهابي تكفيري هذا ما ادري شنو انزين، وهذا اللي دايس على راسك على رقبتك، فعلا امه لا تستحق النصر. شنو تعليقك على كلام الدكتور بسام الشطي اللي هو الدكتور بسام الشطي ذكر بن لادن صناعة أمريكية للقضاء على السوفييت، فلما انتهوا منه قتلوه، أوقع الكثير من القتلى والجرحى وشوه جمال الإسلام. شوف صناعة أمريكية هذه كتبت في ملفة في سجلات أعماله، وستصعد إلى الله والله سبحانه وتعالى سيحاسبه. أنا تسألني كفايز، معاذ الله أني أقول عن شخص أنا لا شفته ولا أعرفه، مع أن ترى الكلام عليه ترى راح ينفعني في عند الأمريكان، والله العظيم حتى أمام الأمريكان ما قلت هالكلام. إن بن لادن صناعة أمريكية ما أقوله، ولا أقول إن إنسان مجرم وأنا ساكت على أنا ما مع أنه راح ينفعني ترى. أنا ما لا شفته. لا أنت ما كنت ولا تقول أعرفه. بس خلنا أوضح لك الفكرة هذه. يعني ما كنت تقول لسبب رئيسي إنك أنت أصلاً مو مقتنع في هالكلام. أنا ما أعرفه. مو حتى تعطيهم مبرر. عمار أنا تربيت ولله الحمد مو مثل هذا الشخص اللي انت ذكرته. انا تربيت من صغري ما اتكلم عن شخص انا ما اعرفه، انا ما عندي صكوك حرمان ولا صكوك غفران، مو انا ولا هذا الشخص ولا غيره اللي يتكلمون عن الاخرين وينسون اللي دايس على رؤوسهم بالقزمة مثل ما قلت لك، وهم ساكتين وخاضعين يعني خرست ألسنتهم عن الحديث عن هذا هذه الجهة. اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، نعم. المدعو الضال، نعم. أسامة بن لادن، نعم. وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلماء ضلال مسلكهم وشناعة جرمهم، ما جروا على الإسلام والمسلمين إلا الوبال والدمار وكل عاقل، فضلا عن عالم يدرك انحراف هذا المسلك. طيب أنا أعيد وأقول لك عمار، أنا كفايز ما لي شغل فيهم، هم كل واحد يلقى الله بها، هذه كلها سجلت عليهم وسيلقون الله بها. أنا بالنسبة لي فايز، هل أنت تؤيد 11 سبتمبر؟ لا. تؤيد قتل الأبرياء من أي دين؟ لا. إيش رأيك أسامة بن لادن؟ لا، هني غير، ما أقدر أتكلم فيه، أنا ما أعرفه. شلون ما أقدر أتكلم؟ أنا ما أعرفه. وفي كلام إن الأمريكان هم من قاموا بذلك، يعني 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 ترى في ناس سايكوباث والله، يعني يقول لك مرة إن الأمريكان هم قاموا ب 11 سبتمبر، شوية تلاقيه يقول لك وهذيل إرهابيين هم قاموا فيها. من تلي ريتاردد؟ هذا مو صحي، هذا في عنده مشكلة نفسية لازم يروح مع مصحة. يا الأمريكان قاموا بها، بس وضح واحدة الله يرحم والديك. ما يخالف والدينا والديك. أوضح لك. بس سليمان أنا أقصد في النهاية مش بالضرورة الحكم على شخص أو إعطاء رأي في شخص أيا كان هذا الشخص لازم تكون هناك علاقة مباشرة بيني وبينه. مو العمار تدري شو المشكلة؟ في النهاية هو عنده مواقف، أي شخص شو عنده مواقف؟ ما أدري. بناء على هذه المواقف أنا يكون عندي رأي، مش بالضرورة أيضا يكون هذا الرأي قطعي، قد يتغير، بس هو في النهاية رأي. الأمريكان بنفسهم في شريحة كبيرة من الأمريكان ومن بعض المنتلي ريتاردد يقولون ان الامريكان قاموا فيها، تمام. انا اقول لك يمكن، انا ما عندي يقين. هل انت عندك يقين ان القاعده قاموا فيها؟ هل انا ايد القاعده؟ لا، ولا اعرفهم ولا انتمي لهم
وأنا فكري مختلف تماماً وكل أصحابي يعرفون هالشيء من مختلف تماماً. لكن ما بيرجع تسألني أنا ما بيرجع ل 11 سبتمبر لأن في النهاية تنظيم القاعدة طلع بيان تنظيم القاعدة وأعلن مسؤوليته في أحداث 11 سبتمبر. أنا ما شفت هالشيء. أنت الحين قاعد تسألني أنا الله راح يسجل علي كل كلمة مع أنها تنفعني عند الأمريكان. ما شفت شنو؟ ما شفت هالتصريح. أنا اللي شفته بالإعلام إنه في كلام في داخل الوسط الأمريكي يقول لك إن اللي قاموا فيها السياية. في بعض القنوات المدعومة من الحكومات العربية تقول أن طلعت أفلام وثائقية أن اللي قام فيها CIA. أنا شلون أحط بذمتي والناس والله مثل ما ودي شي أقول مرة مع هذيلة ومرة ولا عارف. يا جماعة لازم يكون أمر واضح. موضوع 11 سبتمبر في موضوع بن لادن ومقتل بن لادن أنت قلت لي حزين على حال حزين. الأمة في على النهاية حال الأمة. على حال الأمة بس مو حزين على مقتل بن لادن. أنا بالنسبة لي ذهب إلى الله. أنا ما أعرف سريرته. أنا ما أعرف سريرة بن لادن. هل أنت تحكم على بن لادن بالجنة؟ لا فايز لا ما دخلت هذا في الجنة والنار. مو هذا هو شلون أحكم عليه؟ إيش رأيك فيه؟ إيش رأيك بسام بن لادن؟ شنو يعني إيش رأيك فيه؟ عطني فكرة. قلت لك يجب أن نناقش الأفكار وليس الأحداث وليس الأشخاص. الحكماء يناقشون الأفكار والوسطاء يناقشون الأحداث وغيرهم يناقشون الأشخاص. إحنا ما نناقش الأشخاص حبيبي عمار. إحنا نبي نركز على الأفكار. في فكرة سيئة هذه اللي راح تدوم. أسامة بن لادن راح إلى ربه. إذا في خلل بالفكرة لازم تصحح. أنا مالي شغل هذول يتكلمون فيه. أنا بالنسبة لي لن أتكلم فيه. فأنا على أي أساس أحكم على شخص ما أعرفه عمار؟ طيب نرجع إلى أجواء المعتقل. أنت تقول حدثت بعض المشاحنات بين المعتقلين والجنود. قلة شيء بسيط بس بشكل عام الوضع كان هادي. في نقاشاتكم بينكم وبين بعض شلون كان الجو هناك؟ كان صمت. قلت لك دهشة العالم كله اندهش. طيب. يعني لكن كان استنفار. كانت المدرعات والجنود حول تحسبا لأي طارئ. طيب سليمان الحين انت ودوكم من المعسكر الخامس الى المعسكر السادس. نعم. الوضع في المعسكر السادس شلون كان؟ هل كان أسوأ من الخامس؟ هل كان أفضل؟ يعني احنا توقعنا يعني إذا كانوا يريدون تطبيق العدالة أن بعد مقتل أسامة بن لادن اللي أنت تبحث عنه سنين طويلة وفي النهاية استطعت أنك تصفيه خلاص أغلق الملف هذا وحاكمهم محاكمات عادلة أو أطلق سراحهم. لكن لم يحدث شيء من ذلك. كان الوضع مثل ما قلت لك مستقر إلى أن جاء الجنرال كيلي. من الجنرال كيلي؟ هذا اللي هو قائد المنطقة الجنوبية ومن ضمن مسؤولياته قاعدة غوانتانامو البحرية. ياكم تقريبا في أي سنة؟ ما يعني هذا تولى إدارة الموضوع هذا في أظن 2013 إن لم تخني الذاكرة 2012-2013 تولى إدارة شنو معتقل غوانتانامو؟ المعتقل 2013 على ما أعتقد. وهذا كان ابنه قتل في أفغانستان ابن الجنرال كيلي. فأراد أن ينتقم فغير كل القوانين اللي موجودة في السادس وتحول السادس 180 درجة إلى ظروف سيئة للغاية. البرد الشديد، التفتيش العورات، الإهانات، الإزعاج. هو تغير إلى الأسوأ ولا هي نفس الممارسات اللي كانت تصير قبل ردت بزيادة؟ يعني ذكرنا بالأيام. عطني مثال زيادة. شلون الزيادة؟ أي واحد طبعًا كان يروح إلى الآن. إلى الآن كان جماعي لكن البرد الشديد بدأ يزيد. نكلمهم ما في فايدة. الطعام بدأ تصير في مشاكل، مو نفس الوضع اللي كان قبل. لأي واحد يبي يروح العيادة يطنشونه في العيادة ما يعالجونه. أي واحد يبي يروح التحقيق يفتشونه تفتيش سيء، يفتشون عورته استفزازة. فصار تفتيش. من ضمن التفتيش قالوا نبي نفتش القرآن. احنا عرفنا ان الموضوع خلاص وصلنا الى مرحلة راح يرجعوننا الى ما كنا عليه في السابق. لان طلع قانون ان احنا ناخذ القرآن كله في صندوق ونحطه في مكان
وبإشراف أحد المعتقلين حتى ما يهان بعد الإضراب اللي تكلمنا عليه. تكلمنا عنه اللي صار أيام الخامس. أي. لكن الآن قال لا لازم يفتش. لما الأمريكي يقول لك لازم يفتش القرآن من خلال تجربة فيها إهانة أكيد. يا يرمى يا يداس عليه يا يعني يرمى بالخلاء أو أيا كان يعني شيء من نوع من أنواع الإهانة. فإحنا رفضنا. مع الرفض قلنا خلاص لن نغلق المعسكر واستعدينا في المصادمة مع الجنود. شنو تقصد لن نغلق المعسكر يعني؟ لن نغلق يعني هو حتى يفتش لازم ان احنا ندخل الزنازين، ولما ندخل الزنازين يتم اغلاق المعسكر كله، بعدين يدخلون الجنود يشيكون على الابواب، اثنين ثلاثة يشيكون على الابواب، بعدين تأتي قوة التفتيش يفتشونا شخصيا، ياخذوننا كل واحد مجموعة من الجنود يفتشون تفتيش يدوي وتفتيش آلي، هذا المعتاد يعني. طيب أنت شنو اتفقتوا هني؟ ما في إغلاق، صدام. قلنا لهم شوف، واحد من الشباب اختاروه المعتقلين أنه يتفاوض مع العقيد. اللي هو منو؟ شخص ليبي ينقال له أبو عمر الليبي، أخ محترم وخلوق. أنت كان لك دور في ترشيحه؟ لا لا. تعرفه شخصية؟ إيه، مع المعتقلين، ضمن المعتقلين. فراح وتكلم مع العقيد وقال له شوف، يعني مع التشاور مع المعتقلين طبعا، ويتم تشاور مع المعتقلين، بعدين هو ينقل رغبة المعتقلين للعقيد، يقول احنا ما نبي مشاكل، انت في عندك مشكلة بالقرآن خلاص راح نعطيك اياه وانت حطوه في المكتبة. لا، لان طبعا معظمنا بسبب المشكلة القديمة ما عنده قرآن، انا من ضمنهم، انا ما عندي قرآن من 2006، مكتفي باللي أنا حافظه وأراجع من حفظي. لكن المشكلة وفي بعض الشباب عندهم قرآن، فقلنا له خلاص أخذ القرآن، نسخ القرآن اللي موجودة وحطها في المكتبة إذا كانت عندك مشكلة. قال لا، أصروا على التفتيش. فعرفنا أن الموضوع يعني يقصدون إهانة القرآن، لأن إذا كان عندك مشكلة أمنية أخذ القرآن وحطه في المكتبة. استمرينا خلاص، احنا قلنا نضرب، لان احنا عارفين انه راح يكون في صدام، وصدام عنيف هالمرة لانه كان جماعي ومجموعة من الشباب. فبدينا بالاضراب، الاضراب السري، اغلقنا كل الكاميرات، كل الكاميرات اغلقناها تماما بالمناديل. مفاوضات، احنا ما نبي شيء، احنا ما قاعدين نعصي الاوامر اللي بخصوص التفتيش، احنا نقول لكم لا تهينون ديننا فقط. لا انا بس يهمني ابو سليمان بس توضح لي الموضوع بتفصيل الاحداث اللي صارت. انت الحين قلت ابو عمر الليبي هو اللي راح وفاوض الامريكان. نعم. ونقل لهم رفض المعتقلين تفتيش القران. نعم. بعدها مباشره خذيتوا قرار بالاضراب. اي بس اضراب سري الان. اضراب سري يعني شنو سري؟ ناخذ ليش حتى، لان اذا بدانا شلون سري وانت اذا بتغطي الكاميرا؟ لا احنا غطينا الكاميرا وناخذ الاكل. ادري بس هو راح ينتبه انا مو قاعد اشوف المعتقلين. لا انا خليني اوضح لك الان، انا ما بيشوفني حتى ما يدري ان الناس في اضراب سري. ايش كنا نسوي؟ اغلقنا الكاميرات، حلو، اخذنا الوجبه الاولى، وبعدين خلاص ما قمنا ناخذ ولا وجبه. هذه الوجبه يعني للمعتقل كله، طبعا كل عنبر تيلا سياره كارت وفيها الاكل، صح ولا لا؟ نوزعها. فهذه اخذناها وخبيناها عندنا، خبيناها عندنا، وقمنا نتقاسم الاكل لمده اظن اسبوعين، مرت الاسبوع الى اسبوعين، نسيت انا كم، بس استمرينا فتره والله. فهمت الفكره يعني؟ طيب انتوا هني غطيتوا الكاميرات؟ غطينا الكاميرا. وهني الجنود ما كانوا يدشون داخل، ممنوعين، ممنوع ان يدخلون، منعناهم. فانتوا حتى الوجبه اللي اخذتوها، هذا اللي خشيتوها، خلاص يعني تقدرون تخلونها عندكم، لان اصلا الجنود مو قاعد يدشون داخل 100%. طيب فقاعدين نوزعها فيما بيننا. طيب لمده اكثر من 10 ايام يعني، خلاص ليه يعني استمروا الجنود ما يدخلون عندكم لمده 10 ايام تقريبا؟ طيب. والله ما اتذكر اسبوع 10 ايام، انا طيب. نسيت. فهو قاعد يتابع من خلال الجنود، مو قادر يعرف شنو اللي قاعد يصير في الداخل، صحيح؟ لأن الكاميرات كلها محجوبة. احنا متعمدين ليش؟ ان هذه ورقة ضغط، ان عجل عجل حل الموضوع.
معاي؟ احنا طلبنا بسيط واقل حقوقنا، احترم القرآن بس. فسكر الكاميرات، اضراب سري، لان اذا الامريكي قال لا راح استمر وراح اكسركم، راح استخدم قوات الشغب، معناها ايش؟ معناها ان راح نكون كلنا في انفراديات وراح يشوفنا خلاص، وقتها اضراب حقيقي. واضح الفكرة، تمام؟ طيب. وفعلا قرر كيلي لا، واجههم اكسرهم، ما في. فالرجل عازم، الرجل جاي عنده يبي ينتقم لمقتل ابنه في افغانستان. طيب. تم الصدام يوم في ليلة ظلماء بعد صلاة الفجر، كان وقتها كنا شو مسوين؟ مسوين كل واحد يقوم يقعد يراقب، اذا كان في تحرك غريب ينبه البقية عشان يصير في خلاص تلاحم. قرآن ما في. فقدر الله، انا كان وقتي كنت طالع برا، فقعدت لي وقتي لي قبل الفجر بشوي، لان كنا مقسمينها اقسام، انت قعد في الوقت الفلاني شوف اذا في هذا نبهنا. فانا قعدت بوقتي لي قبل الفجر، يا بعدي واحد من الشباب، وانا رحت اوترت، صلينا الفجر، ما انتبهنا الا والله الجنود الشغب قاعدين يمشون على اطراف ريولهم، ما انتبهنا صراحة الامريكان، لان ما يوم من برا يوم من داخل. فافتحوا الباب ومعاهم بخاخات الكبيرة وبخاخات الصغيرة، وكلهم خوذ، طبعا قوات الشغب خوذ، وفي مثل درع زجاجي قوي جدا للالتحام، يضربك الأحذية عنده حادة يضرب رجلك في وقت الالتحام، يعني ما تقدر تسوي له يعني محمي تماما. فحاولوا يفتحون الباب، ما قدروا، مسكنا الباب وحاولوا جنود والله وايد كانوا، بس ما شاء الله الشباب كانوا صدام. دخل واحد صار ضرب بينه وبين واحد، انطرده، ولما شافوا الموضوع كذي خافوا، والجنود الامريكان كان يمسكون الاسطوانة. طبعا احنا ما ندري ان في تلاحم اكبر من اللي صار عندنا في العنبر اليمنى، صار رمي رصاص، لان في واحد مسك الجندي وصار ضرب، دمم الجندي، يعني الجندي ما قدر له، مع انه وفي واحد مكتور الرجل، واحد من المعتقلين، معتقلين مكتور الرجل، اخ حبيب من الرياض الله يذكره بالخير، اسمه محمد. فكان مكتور الرجل، فالجندي رفع السلاح الرصاص المطاطي على واحد من المدينة، وما شاء الله عنده لعبة العصا. هذا الأخ اسمه عبد الرحمن المدني، هو يقول للمحامي حقه أنت أطول إضراب في العالم، أضرب عن الطعام 10 سنوات، 10 سنوات لم يذق طعم الطعام نهائيا، مضرب من 2004 تقريبا إلى وقت خروجه، أكثر إلى تقريبا 2015، مضرب عن الطعام تماما، يقول لهم يا محاكمة عادلة أو إطلاق سراح. فكانوا يغذون طوال السنين هذه بالأنبوب، لكن الأنبوب لما تغذى بالأنبوب ترى ما تشعر بالشبع، تشعر دائما بالجوع، دائما بالجوع، تصيبك أمراض خطيرة جدا في الجهاز الهضمي، ولأنه حاسة التذوق هذه لها علاقة بالإفراز الإنزيمات في المعدة، فرح تتعطل عندك يعني فيها، وأيضا ما تسمر، دائما نحيف، دائما نحيف ونحيف جدا هزيل. طيب. فهذا ما شاء الله عليه، مع انه مضرب شوف من متى، وعنده لعبه العصا، فمسك العصا اللي حق التنظيف وبدا يلعب فيها ويضرب الجنود، فالجندي رفع السلاح، فهذا المبتور مسك السلاح ورفعه، فصار تلاحم، فاستخدموا الرصاص المطاطي ورموا فيه المجموعه من المعتقلين. احنا سمعنا صوت الطلقات بس ما كنا عارفين شو اللي قاعد يصير، بعدين عرفنا يعني. طيب. فصار اشتباك، بعدين احنا قلنا يا جماعة خلاص رشونا بالبخاخ، والجنود هذا خطأ الجنود الامريكان دائما، الخطأ الازلي اللي مو راضين يتعلمون منه، اللي هو كل ما يرشون بخاخ هم ياكلونها معانا، البخاخ الحارق حارق صدق، يعني دموعك تسيل وخشمك يسيل وتختنق ما تقدر تتنفس، فكل ما يرشوننا ييهم الهواء يغير عليهم وياكلونها معانا، يحوشكم ويحوشهم، فاكلوها، فاحنا تعبنا وهم تعبوا، وتعرف مع الدمان بعض الشباب تدمم مع الضرب. بعدين قلنا يا جماعه خلاص بابنا، احنا سوينا اللي علينا، يا رب
هذا كتابك اللي قدرنا ندافع عنه سوينا. ودخلنا طواعية للزنازين، ادخلوا علينا الجنود طبعا، بعدين صار اغلاق، ادخلوا علينا وانتقموا منا ضرب واحد 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 واحد. يا دوري انا اخوك، انا كنت فوق وانت من النخبه اللي احنا تكلمنا عنها داخل معتقل غوانتنامو. خلوا علي الزنزانه، توصوا فيه. لا والله مو انا بروحي، الجميع. لم ما كان علي شيء زايد يعني، لكن مسكوا عنبرنا، كان الزايد عنبرنا لعاملوه معامله غير العنبر اليمني، مو نفسنا. طبعا اقتحموا علينا الساعه 6 بعد صلاه، طبعا مع الصراع وكذي مع صلاه الفجر وكذا، الساعه 6 الصبح اقتحموا علينا وخذونا مع الضرب بالشغب، قيدونا من الخلف، قيدونا من الرجل من ورا، شالونا شيل، قطونا على الارض على بطوننا. حلو، انا عندي الم الرقبه مع الضربه اللي صارت من 2006 اللي الجندي لما طقني، الم شديد. فقطوني على بطني وصفوا الشباب يمنا. على هالحاله من الساعه 6 طال عمرك الى الساعه 11 قيود شديده، مقيدين من الخلف ويهي على الارض، مكان بالخارج. ها بالخارج؟ لا، داخل في الساحه الاماميه اللي في الصور موجوده في جوجل، يحط لك في المعسكر السادس، يحط لك طاوله وكراسي هني. صففونا كلنا من بعض، اطالع ولا يمي قيادات طالبان اللي تم تبادل الاسرى مع الامريكان، فكانوا يذكرون الله يعني، مع انهم كانوا مرضى بعضهم. فانا قاعد شفت الضابط قاعد يضحك، وصار بيني وبينه كلام اللي هو قلت له يعني تظن انك انت الان قاعد بالانجليزي، تظن انك الان قاعد تهيننا يعني، من خلال ما هو قاعد يضحك يعني. ايه يعني تظن فرحان انك كسرتنا، ترى طبيعي احنا عزل، لكن هذا عار عليك انك انت قاعد تتعامل مع اسرى بهالطريقه. يعني في النهايه احنا عندنا قناعه ان الضربه التي لا تكسر الظهر تقويه. رد عليك؟ الضحك هذه حقه راحت. قلت له بالعكس، انا احمد الله ان الحمد لله على الرغم من تعذيبكم لنا انا لازلت متمسك بديني، ترى انا الاقوى مو انت. المهم سكت تماما، خلونا من الساعه 6 الفجر ل 11 او 11 ونص معانات. بعدين اخذونا ودونا زنازين، والله كنا نرجف من البرد، برد اضراب حقيقي. استمرنا على هالحال من غير اكل، طبعا انت حط ببالك ان قبلها فتره طويله اكلنا تقريبا نص يعني نصف الكف، اليوم كامل وفي رياضه جهد، اضراب ما في ولا. خلاص الان يا شباب واجهنا المصير المحتوم. ايش كثر الضرب؟ ظل 8 ايام غير الايام اللي مرت. فاتذكر هذه ما انساها عمار، اذنوا حق صلاه كنا نزحف زحف للمغسله، والله ما انسى من الارهاق والتعب والجوع، نزحف زحف والله العظيم. اوصل للمغسله عشان اتوضا، امسك الزنزانه، اقوم امسك الزنزانه اتوضا، اغسل وجهي، اغسل هذا ريلي ما اقدر ارفعها من الاجهاد، اجيب الماي هذا اجهاد رهيب. طيب اذن الظهر ما انسى هذه، انا كنت في المقدمه، فاللي في المقدمه هو اللي يصير امام، هو كالعاده انت كنت تصير امام. لا في الزنازين الانفراديه اللي في المقدمه هو يصير امام، مو في الجماعي، في الجماعي لا اقراهم لكتاب الله. فانا كبرت بعد ما خلصت الصلاه، فسمعت جلبه صوت، طبعا جوع شديد وخلاص انا منهك ما اقدر اوقف، كنا حتى نصلي وانا جالس. طيب فما ادري ليش التفت ومسكت الطوفه علشان اقوم ابي اشوف شو اللي قاعد يصير، وبس ما انتبهت الا واحد يقول يا شباب فايز سقط. ها مو تعرف ان الزنازين في السادس قلنا ان النوافذ مفتوحه زجاجيه. انا سقط؟ ما سقط، ولا انا ساقط وانا ما ادري عن نفسي؟ ما انتبه الا والامريكان دخلوا
زخوني قيدوني من وراي قيدوا ريولي الى العياده عياده المعسكر السادس. وصلت عياده المعسكر السادس وانا مغمى علي واقوم اصحى منهك. فهم شو يسوون؟ يدخلون الابره لما توصل العظم يطقونها بالعظم. ليش؟ علشان تتالم وتصحى. احس بالم بس ماني قادر اصرخ، دايخ منهك. يطالعني يضرب بالعظم، الابره تضرب بالعظم. اخر شيء كان يقول لهم فتح عيني شافه قاس الدم قال مستشفى على طول، خطيره ايمرجنسي. اخذوني بسياره اسعاف ودوني المستشفى. طبعا كله داخل معتقل مستشفى؟ إيه لا مكان ثاني بس داخل معتقل، داخل غوانتانامو. اي ما تطلع. ودوني المستشفى بدوا يغذوني بالوريد. فقمت مده ثلاث ايام. فانا قمت اقول للجنود ابي اتوضا، فكنت اروح وانا قاعد على الكرسي يدفعون الجنود يرجعوني مره ثانيه اصلي. وبعد ثلاث ايام بدات مرحله مؤلمه جدا مر عليها كل المضربين، اللي هي التغذيه القسريه. عمار، التغذيه القسريه يقول لك كرسي، هذا الكرسي كان مخصص للاعدام في السجون الامريكيه، يا بولن اياه. ظهر الكرسي مايل الى الخلف علشان ما تتحكم نفسك. يقيدون ايدك قيود شديده جدا، يشدونها على الاخر. يقيدون، ينزلون لك شريطين من الكتف الى الاسفل، يشدونها بالكرسي، يشدون راسك بشريط حزام على الكرسي، يشدون بطنك بحزام، يشدون فخذك، يشدون ساقك، والقيود اوريدي مقيده. انت على هالحاله متخيلها؟ ياتي الطبيب ويدخل الانبوب علشان يؤلمك اكثر عن لما يدخلونه في فتحه الانف. فياتي الطبيب يدخله بعنف، يدفع دفع، فهذا كله مؤلم. فيدخله فينزل الدم، نزل الدم، يسحبه، يقول لي ستوب هانجر سترايك، اذا تبي يعني اذا تبي ترتاح وقف اضرابك عن الطعام. انا ما قاعد اضربك، اقول لك لازم كيفك، هذا اختيارك انت. فانا اقول له ريسبكت ماي ريليجن. يدخل مره ثانيه، يدخل 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 ويسحب، مو راضي يدش، مو راضي يوصل. يدخل وانا ابي ارجع، بس اصلا ما في شيء في البطن. نفسي اختنق، دموعي بدأت تسيل، لأن تعرف مكان حساس، فدموعي بدأت تسيل، أنفي صب دم. في ممرضة أنا أتذكرها الحين، ممرضة جندية كانت موجودة، فنحاشت لأن المشهد وصوتي وماني قادر أتنفس، والممرض يدخل الأنبوب ويطلع مو راضي يدخل. فبعد محاولات عديدة دخل الأنبوب ويأتي بالإنشور. الإنشور شنو؟ الإنشور علبة مغذي. علبة المغذي هذه طبعا أنت ما تحس بطعمها لأنها تدخل على طول في البطن غصبا عليك. فيملي علبة إنشور، علبتين إنشور، هذا الأصل، علبة علبتين إنشور، لأن أنت بطنك خالية أصلا. بس هم يختارون نوعيات ثقيلة جدا وتسبب لك غثيان. في بعض الشباب عذبوهم بهالطريقة، استخدم، شوف انت الحين هذه علبة الانشور، انت كمضرب بطنك خاوي لفترة طويلة فتحتاج ان تدرج. علبتين انشور معناها بطنك منتفخ على الاخر. واحد من المعتقلين حطوا في بطنه اكثر من 21 علبة تعذيب. ايش كانوا يسوون فيه؟ كانوا يفرغون العلبة، طبعا يدخل الانشور الانبوب بعنف. وبعضهم لما كان يغز الطبيب كان يغز من هني ويطلع من الجهة الثانية، يقول له ستوب هانجر سترايك، مو أنا، واحد ثاني من الشاب عذب أكثر مني بآلاف المرات. يحط العلب الأنشور واحد ورا واحد، فيتقيأ المعتقل. مع التقيؤ عمار، أنت لما تتقيأ القيء يطلع من أنفك ومن فمك كله أنشور. إيش صار بالأنبوب اللي داخل الأنف؟ صار طلع من الفم. ايش سوى الطبيب؟ الطبيب كان يمسك طرفه من الانف وطرف الانبوب الثاني من الفم،
ويسوي له كذي يقول ستوب هانجر سترايك، يسحبها على عنده ويحكهم على بعض يقول ستوب هانجر سترايك. تخيل المشهد، مسكين كان يسويها على نفسه، يخلونه بعدها ساعات ودخلوا الانفرادي لمدة 40 يوم وهو مسويها على نفسه وبزنزانة صقيع ما بدلوا ملابسه، كان يصلي بثياب النجسة. أنا مع الأنشور طبعا بعد ما خلصوا، أنا طبعا من الناس اللي قليل جدا اللي هذا يعتبر ولا شيء أمام إخواني اللي أنا شفتهم صراحة شيء مهول، واستمروا ما شاء الله يعني استمروا على الأضراب، عاندوا الأمريكان واستمروا. طيب. لو أنا مثلهم ما أقدر. صار وياك. فبعد التغذية وهذه كانت معاناة شديدة جدا بالنسبة لي، خليك مقيد لساعات طويلة عشان يتأكد أنك أنت ما استفرغتها، يرجعك للزنزانة. تكررت هذه الحال، هذه تتكرر هذه الطريقة مرتين يوميا، مع كل مرة نفس أسلوب التعذيب يصير. وطبعا في خلال التغذية القسرية كل جسمك ألم، راسك مشدود على الآخر آلام، كتفك آلام. كم ظلت هذه التغذية القسرية؟ ساعات. لا كم يوم تقريبا معاك في حالتك؟ أشهر. لمدة إحنا استمرينا لمدة أشهر. الأضراب استمر أشهر؟ أشهر، كل يوم مرتين، عشرات المعتقلين واحد، الجنود أنهكوا، الجنرال كلي مصر لا. واستمر هالحال إلى ليه قبل خروجي بقليل صارت انفراجة قليلة. أنت هني بش كثر ظليت بالمستشفى تحت التغذية القسرية؟ في المستشفى 3 أيام وبعدها؟ لكن أشهر في العنبر، لأن لأن العنبر بعدها رجعوك إلى العنبر، والكل كان السادس. إيه السادس، والكل كان يغذى تغذية قسرية بالعنبر. بالعنبر الجنود يأخذوننا يودوننا جهة في العنبر يسوولنا تغذية قسرية ويرجعوننا مرة ثانية في العنبر. إيش كثر ظل الأضراب؟ أشهر استمر أشهر. إلى ما أتذكر بس لا إلى شنو الحدث اللي صار وكسرت أضرابكم؟ قلنا يا جماعة خلاص يعني إحنا سوينا اللي علينا وخلاص، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آه أنتوا قررتوا فيما بينكم أن خلاص أنتوا تبون تنهون الإضراب. إيه بعضهم استمر لكن الأغلب قال يا جماعة خلاص شو رأيكم، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إحنا ضربنا أشهر، نقول 3-4 شهور تقريبا. طيب تقريبا 3-4 شهور كسرتوا الإضراب؟ لا يعني لا أظن إلى 6 شهور. طيب. من 3 إلى 6 شهور بعدين كسرت الأضراب؟ كسرنا الأضراب، وقفنا الأضراب. شنو صار بعدين؟ لا خلال الأضراب عمار لما كنا مضربين كان سيناترز يزورون المعتقل وصحافة عالمية كانت تزور المعتقل، لكن مو كل شيء يقدرون يصورونه، ما يقدرون يصورون وجوهنا، والتصوير اللي هم يصورونه يعطونه للإدارة الأمريكية إدارة المعتقل وهم يحذفون الأشياء اللي ممنوعة. من ضمن السناترات اللي زاروا المعتقل ودخل علينا جون ماكين، كان لابس، ما كان لابس بدلة وكرافتة، لا ملابس عادي أظنها سبورت وكاب، ودخل قام يشوف يتأملنا تقريبا في 2013 تقريبا أثناء فترة الأضراب. أثناء فترة الأضراب فقام يتأمل، فأغلب المعتقلين طنشة، واحد من الشاب ناداه أخ جزائري، فبعض الشاب قال لا تنادي، هذا لا يستحق أن تنادي خلاص، فهذا لا نادى، فاقترب منه ونزع كابه ووضعه هكذا باحترام، فقال له من فتحة الباب، قال أنت قاعد تشوف المعاناة، إحنا طلبنا بسيط، إحنا قاعدين نطالب باحترام قرآننا فقط لا أكثر، ونطالب كذلك أنكم تعطونا حقوقنا القانونية، يا محاكمة عادلة يا أطلاق سراح. فكان يهز راسه جون ماكين موافقا على كلام الأخ، يهز فيقول نحن نريد، احنا مر علينا في هذا المعتقل سنين طويلة أكثر من 10 سنوات من غير محاكمات،
فأتمنى أنك لما ترجع إلى الكونغرس تطالب بإغلاق غوانتانامو وإطلاق سراحنا ومحاكمة عادلة. وراح بعض الشباب كان متفائل خير. المحامي زارني باري وينجر. باري وينجر قلت له باري ترى يا جون ماكين كذا وجاء قال نعم وتكلم حتى في الصحافة أنه زار المعتقل في هذه الظروف وكذا. قلناها كلمناه على أغراق المعتقل إيش صار؟ قام يضحك قال لا فايز كان من المعارضين لإغلاق معتقل غوانتانامو وتسليمهم إلى بلادهم.